انت قلت لي انها حلوة يعني؟ ساعات. ازاي يعني؟ يعني لما بتسمع كلام وبتبقى عقلة كده بتبقى حلوة، انما لما بتتجنن ودماغها تبقى ناشفة تبقى زي القمر. ايه مراو نعمل معه في الشارع، الراجل يلزم يصلي في الجامعة. اه عزيزتي انت تحبني نطبق الشرع؟ في بالك في الشارع نحن رجال عنا حق ناخذ 4 ساعة؟ قل لي عزيز، حاب نحضر لك سجادة في البيت ولا هوني؟ ما هو كي طفي على شحور الكاس وبعتيه تعاودي تغليه يعولب. شنو هذه زادة يعولب؟ يولي كيلعب الببوت. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا، انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقة العربية؟ وشرفك يا ابويا وشرفك اللي جيب لك حقك، بتشوف بس. هاي تفكر تحت المكتبة العمومية وتفكر في المانيج. لا لا ما قابلتكش اصلا. في المانيج؟ مانيج بالحومة. ايه هذوما مش بلايص يجيبوا فيهم الصغار؟ ايه نحن جبنا فيهم الصغار. كيفيش؟ في المانيج؟ زعما دقيقة ما حلهاش وكي الجمهورية. والله لا مش نحلها انا. تحلها؟ لحظة. انت خلي كل الجمهورية. ليه؟ بالعقل. اسكت. لا انت خي. هنكلمي هنكلمي. انت خي. ما حلهاش. ما حلها ليش؟ يبقى نتكلم. اه نتكلم. تعبت. ايه بيتشي دي ما تحسن ملفظك يا بغل انت. اسمي عفت. انت مش على بعضك ليه؟ عشان ضربه كميه برشام مختلفه. هو ده بيعمل معاك ايه؟ بص بيعمل ايه الاول، تنميل في الجسم فظيع. اول ما صحبت حزامي بقى يتنطط قدامي، وفي واحده من البلكونه عماله بتقول في حرامي. حلق علق كم ماشي مظلوم يا سعد الباشا، انا كنت مروح بيتنا. ماشي بقولك مرة واحد دماغه مشغولة قال له فين واتصل تاني. سلام ورحمة الله وبركاته. تعسل والله. ربنا يخليك. ازيك؟ ازيك؟ بتعملي كده ليه؟ انت عاوزة تسافري فين؟ في الساحل. فين؟ في الساحل. الساحل؟ اه. اللي وهتلبسي ايه هناك بقى؟ ميو. جنصتني الشوكولاتة اللي رصاصة لمطاطة. نقول كلام الزايد بالكبير. هاي معروف معروف في الحومة نقول كلام الزايد. تعلمت الدخان وتعلمت نسرق البوصاع من غير ما الدار يفيق بيا، وتعلمت نتوضى وحدي. انت ما عندك احساس؟ ما عندي احساس، طفل لمبه. كده احساس ما فيه؟ ما طفل لمبه بس. باباي باباي مثلا انا باباي نو باباي باباي. اسمعها 3 مرات وبعدها اقلها. تقدر تقضب قوسل بندق بيدك، تضرب ترمي طير طاير في الجو، حايم تمشي تركب سيكل، تذبح تسرق تطعم جارك. تقدر قتك البلد شكلك. مش تفصل انت بتقول ايه؟ وقت البرد كليني وانتي وينك وقت البرد كليني. لقيت وحيد السويسار. ها جبت له صور سرايا.
سوري سرايا؟ ها؟ لي سوري ساري؟ لي سوري ساري؟ جوزتي؟ جوزتو؟ لي يا ربي ما عملتنيش؟ أنا ولد العاص مالا، أنا ولد تونس، أنا نخدم إطار أمري بقدري، رديتي تورتور، شو مجايبوا لي هذا وشو مجايبوا لولدي؟ منور يا حما؟ ها؟ تعجبني يا حما؟ يا عجبك ولدي عمله نص كاردي بي تحس في روحك اغنى واحد في العالم معناها ما عندكش حاجه مهمه باش توري هنا اللي ترسل العالم جمله ما تحلي لايف فيسبوك ولا انستغرام وتبقى تقول لهم اي وينكم نعدي لك عامكم شو واضح نكمل انت العام جيب شوي ثعلب انت ايش بقيا لا انت بقيا مترال عم طلعت قال لك انت بقره لا انت ما انت بقره انت حلوه الا انا بقره لا انت حلوة. هيا وينكم اقسم بالله العلي العظيم كان شد رئيسي لما ونوعدكم بتنفسي وشهاويات ولا كل لهم ملا كبني الستريس ليلتها عمر اصحابه ايه هو اسمه عمر نعيط العمر نندبهم اصحابه عملوا له حفلة سكر التليفون شو هو سكر التليفون تحشارج ولا سكر الله وعلا T'aimes bien les garçons? Non. Tu les aimes pas? Non. Pourquoi tu les aimes pas? Parce qu'ils sont bêtes. Ils sont bêtes? Oui. Tous les garçons? Oui. Mais il y en a pas un qui est gentil? Non. نعم انت زعلان علي ايه زعلان عليك طيب سمحني انا شاني من جعلك تشعر بالالم اجعله يشعر بالمحايه لو كان حبيبك عسل جيب خبز واعمل سندويش والدنيا ثلاث هموم همي بكيك وهمي ضحكك وهمبرجر علي ولا لا اشياء يعمل لي في العنف في لحمي زرق لي حشك في لحمي من تحت ليك يغتصب فيه هي تغصب فيا بالسيف بالسيف هي ما نقحش لي شو هذا بشوي بشوي مدام حارت يبلفني من اللزينة يلا يا نجمه جاهز يا هوني جاهز انا يا ما عملتش ليكي ولا حاجه بتتمرسيكي بترجي الكلمه بعشرة مش عامله حساب في الاخر شيء عامله باش نشريها كعبه بيتزا يا مزي يزي وهرب يزي 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 شاكه ما خديتش حقي ست سنين ما خديتش حقي خويا علي انا مندبهم زاد ما تندبهم لو وضعناك في غرفه مريحه لوحدك بدون اي اغراض ما هو شعورك المنطلق الفكري بتاعنا في تطفيش الست دي لازم ينبع من احساسها منعكس في الالتزام بقضايا معاصره اللي هي درع مرسي ومحدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله يا حبيبي الله الله يا تعرف السجن كويس؟ لسه ما صفقتش المكان. بتقول ايه يا لسه ما صفقتش المكان. انت مخبي موس في بقك يالا؟ اخبي موس في بق اللي شعر الدقن بيطلع لجوه. يا نصر اضحك يالا. جوني اشتري مخ. بصراحة حسني ولادي. نحب نقول لك حاجة ما راني حاشمة منك شوي. حاشمة؟ ايه. العباد تحشم وجوها تحمال انت تحشم وجهك يكمش بصراحة بصراحة قلت لك انت سمير
يا سمير عبد الحميد بالقاسم اللي تحب عليه. نجم نقعد بيان سور تنجمي تقعدي فما هذا يقول لك لا اجاني والله ما صار والله.